250 غرام ديال العجينه ديال التمر، 250 غرام ديال الزنجله المطحون، 4 المعالق كبار ديال السكر الثقيل، 100 غرام ديال الزبده، 2 معالق كبار ديال الماء الزهر، و6 المعالق كبار ديال المايزينا. المخرج ديالنا تيقول لي راه كتزربي. داكوغ، غنمشي على حساب التعليمات ديال المخرج ديالنا هذا اليوم، كيقول لي نقول بشويه بشويه. داكوغ، غنبدا مره اخرى. 250 غرام ديال التمر، 250 غرام ديال الزنجله المطحون، غنحتاجو 4 المعالق كبار ديال السكر الثقيل، 100 غرام ديال الزبده، 2 معالق كبار ديال الماء الزهر، 6 المعالق كبار ديال المايزينا، 2 خمارات حمرين، نص معلقه صغيره ديال القرفه، بيضه، شي شويه ديال الملحه، قبيصه ديال الملحه. غنحتاجو كذلك سكر ثقيل اولا سكر كلاصي فقط للتزيين. الحلوه ديال التمر ما كاين ما سهل منها، دغيا كتوجد وتقدري انك تخبيها وكتبقى لينا لمده طويله. طيب بالنسبه للطريقه، فاحنا كنخلطوا الزبده والسكر، كنزيدوا عليها البيض والعجينه ديال التمر. اذا قلنا كنخلطوا الزبده السكر وكنزيدوا عليها البيض والعجينه ديال التمر. من بعد حنا كنديروا على هذيك القرفه الماء الزهر والمايزينا والزنجلان والخميره، كنجمعوا الخليط، كنديروا كويرات، كنفندوهم في السكر الثقيل، ومن بعد كنوضعوا كل شيء. تنوضعوا فوق منها واحد اللويزه ولا واحد القرقاعه نصها، كتجي عاوتاني تشكيل زوين. كنزينوها، كندخلوها للفران، كتكون ديجا الفران ديالنا سخون، كنقصوا الحراره، كتبقى لينا 160 درجة مئوية لمدة ديال 12 دقيقة. بصحتكم وراحتكم، وجدوا الوصفة ديال لالا منار، ردوا علينا.